بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، سيدي لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات يا فاطم يا ابنة الخير قومي واندبي هي نجوم سماوات بأرض فلا حياتي. بارك الله بك حسيني، ما يحتاج لك تحشيم، ها ما يحتاج حشمك. قبور قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات
حياتي وأخرى بأرض الجوز جان محلها يا وأخرى بباء خمرى لدى الغرباء فاطم لا يا وخلت الحسين مجدلا يا وقد مات عطشانا بشط فراء إذا لطمت الخد فاطمة عنده يا وأجريت دمع العين في الوجناء يا أجركم الله كأني بلسان الحال جواب من الزهراء وأريدك تجاوبني أجرك الله لا تقصر بالجواب هذا الجواب يتصوره الشاعر على لسان حال الصديقة فاطمة إذ قل لويا يا نوانا ليواسين بدمعته الجواب لك ها هي وانا ليواسين بدمع بارك الله بك اي والله وانا ليواسين بدمعت على ابن الذي حز ورقبته يا على ابن الذي حز ورقب اي والله وهنا الياسين بدمعت على ابن الذي حز ورقبته ظل ثلاثة ايام جفته يا ويلاه يا ابن الماء أريد بقلبك تصرخ لبيك يا زهراء والله وانا يا نواسيني يا شيعة والله وانا نواسيني يا شيعة على حسين ولاده ورضيعه على حسين ولاده ورضيعه والله وين اليواسين يا شيعه على حسين ولاده ورضيعه وابن والده عن الطليعه يا عباس شفينا شط من
من أرض كربلاء يا معرسهم فيها بشط فراء يا هياتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين مما يا هياتي وقبر ببغداد لنا نفس زكية تضمنها يا الرحمن بالغرفات وقبر بطوس وياي وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عن الهم والكربات أقل على على راعي الثار ما يظهر على نخوة للإمام الحج ها والله راعي الثار ما يظهر على صوتك وين ها والله راعي الثار ما يظهر على وينشر لليتانون والله ينشر لليتانون على نسب متون عمات علامة يا بضرب صياط زجر وجورة المية يا بضرب صياط زجر وجورة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدي ومولاي الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفي: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذه الكلمات النورانية من سيد الشهداء
والتي أخذنا من بالأمس جملة منها وربطناها بما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أنزلت للناس. وقلنا أن هذه الأمة ما دامت وما زالت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهي أمة تستحق الثناء وتستحق المجد، لأنها وارثة لكل الشرائع، أمة ورثت كل الشرائع السابقة ودانت بشريعة سماوية خالدة ألا وهي شريعة الإسلام. هذه الشريعة الخاتمة، خلاصة الشرائع هي الشريعة الإسلامية، خلاصة الكتب السماوية هو القرآن الكريم، خاتم الأنبياء هو نبينا محمد، صلوا على محمد. لذلك استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس. الله جعلها، والإخراج قلنا هو الجعل الإلهي، القوة في الإخراج هو الجعل الإلهي، أنها جعلها خير أمة أخرجت للناس، ولكن بهذا الشرط، الشرط الذي ذكره سيد الشهداء وجعله عنوانا لخروجه ضد الظالم. الحسين عليه السلام جعل شرطا وجعل سببا لخروجه، هذا السبب كان سببا وحيدا صرح به سيد الشهداء تتفرع منه كل الأسباب الأخرى، وكل ما جرى وما يجري يتفرع على هذا الذي ذكره سيد الشهداء. وحديثنا عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر في ليلة أخرى، إلا أنه في العنوان أتحدث، حديثي في هذه الليلة في ألفاظ هذه الوصية. أما في هذا المبدأ، مبدأ الأمر بالمعروف أو هذا الفرع، فرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذين الفرعين المهمين العباديين المهمين لهما حديث خاص، إلا أنك إذا سألت أجيبك على عجالة. خلينا نجاوب على عجالة. ما أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خروج سيد الشهداء؟ ما هي الأهمية؟ هل لهذين الأمرين العباديين أهمية بحيث أن سيد الشهداء جعل سبب خروجه ذلك؟ قال: خرجت لطلب إنما، وإنما أداة حصر باللغة العربية، إنما بالعرب باللغة العربية أداة حصر، تقول إنما في الدار زيد، يعني فقط زيد، بس زيد اللي بالدار، هذا البيت ماكو غير زيد، إنما في الدار زيد. فإنما تفيد الحصر، إنما وليكم الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى حصر الولاية به بذاته القدسية وبرسوله، وبعد والذين آمنوا، حتى الذين آمنوا حصرهم بقضية ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مو كل واحد يجيك واحد يقول لك لا، كل الذين آمنوا هم أولياء، كل من آمن بالله وبرسوله هو ولي علي ويجب طاعته. أقول لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى جعل شرطا للذين آمنوا وحددهم بواحد من هذا الشرط، إذا أنا كلهم أعرضهم على هذا الشرط كلهم يخرجون إلا واحدا هو أمير المؤمنين عليه السلام، الذي أعطى وتصدق بخاتمه وهو أثناء الصلاة. فإنما أداة حصر، الحسين عليه السلام يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. سيدي شلون راح تصلح الأمة؟ قال: أريد أن أأمر بالمعروف
وأنهى عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية الأهمية، لذلك جعله الحسين عليه السلام عنوانا لخروجه. يجي واحد إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بس أبين لك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا التفصيل في ليلة أخرى إن شاء الله. يجي واحد إلى الإمام الصادق يقول له: سيدي يا ابن رسول الله. التفت لي إلى هذه الرواية، رواية عجيبة حقيقة إخواني أخواتي الأعزاء، رواية عجيبة. يجي واحد إلى الإمام الصادق يقول له: سيدي يا ابن رسول الله، أصلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ أنت أخي العزيز الجالس أمامي، يا من تسمعني، الأخوات المحترمات، أني كل من يصلي يحب أن يعرف صلاته مقبولة عند الله لو مو مقبولة. تحب تعرف صلاتك مقبولة لو لا؟ تحبون تعرفون صلاتكم مقبولة لو لا؟ الأخوات أكيد هم يحبن أن يعرفن صلاتهن مقبولة لو لا. كل واحد، أنا يعجبني الآن جاء أدي عمل، أنا 5 مرات أتوضأ وأقف في مصلاي وأصلي قربة إلى الله، يفترض بي هالشكل. زين هذا العمل العبادي أنا اللي أأديه، هذا مقبول لو لا؟ خلينا نشوف الإمام الصادق شي جاوب هذا الرجل، هذا السائل، ومن عنده راح نعرف أنه صلاتنا إحنا مقبولة لو غير مقبولة، لأن الإمام يعطي ميزان، وهذا الميزان نقدر أنا وياك مولانا نطبق عليه، نخلي عليه صلاتنا، ومن خلاله نعرف صلاتنا مقبولة لو غير مقبولة. سيدي يا ابن رسول الله، أصلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ يقول الإمام الصادق روحي له الفداء التفت إليه قال له: مالي ولصلاتك؟ أنت جاي تسألني على صلاتك، أنا راح أنطيك ميزان. مالي ولصلاتك، انظر لعملك. التفتت؟ انظر لعملك، إن كانت تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر فهي مقبولة، وإلا فهي غير مقبولة. الآن عرفت الميزان من وين لو لا؟ الميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أنت اعرض أعمالك، راجع أعمالك، راجع فكرك، أنت في كلامك، في تصرفاتك، في أخلاقياتك، في تجارتك، في حديثك، في معاملاتك، في كل ما يتعلق بك، أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ إذا كان فعلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فصلاتك مقبولة، وإلا فهي غير مقبولة. شوف، وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. إذن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أقام الدين، يعني الدين كله مبتني على هذه القضية. الدين، كل الدين مبتني على هذه القضية. طبعا لما أقول كل الدين، مو الدين ليس العبادة فقط، العبادة تحتاج إلى تقويم، العبادة تحتاج إلى تقويم. تقويم العبادة، تقويم الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت إذا كنت، طبعا هذه أحد الأسباب في تقويم العبادة، أحد الأسباب وأهم الأسباب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن لأهمية ذلك جعل الحسين روحي له الفداء سبب خروجه ذلك. شاف الأمة إلى انحطاط، شاف الأمة إلى انهيار، شاف الأمة مولانا الآن نحن نعيش في هذا الزمن، هذا الزمن الآن اللي نعيشه الآن، أنتم تشاهدون
كم هناك من أفكار سيئة وأفكار سلبية وأشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان تلصق بالإسلام. الآن أنت مسلم، الآن نحن مسلمون، لما نشوف عمليات القتل والترويع والذبح والسرقة والتهجير في كل بقعة من بقاع العالم، في العراق، في سوريا، في اليمن، في أي بقعة من بقاع العالم مولانا، في أوروبا، في أمريكا، في أي منطقة من مناطق العالم، الإنسان إنسان، وين ما يعيش الإنسان إنسان. أمير المؤمنين عليه السلام، هذا المبدأ الإسلامي، علي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول في عهده إلى مالك الأشتر لما ولى مصر، هذا العهد العظيم الذي كتبه أمير المؤمنين، الذي يمكن حقيقة ويستحق أن يكون عنوانا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها، هذه الشعوب، هذه المنظمات اللي تنادي بحقوق الإنسان، خلي تيجي إلى هذا العهد، عهد مالك الأشتر، تقرأ وتفهمه وتشوف حقوق الإنسان. يقول مولانا: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه الإنسانية، هذا الإسلام، هذا الإسلام، علمنا على الإنسانية، على الاحترام. ويجيك واحد يذبح ويقتل ويهجر ويثجر وإلى غيرها من الأعمال الشنيعة في هذا الزمن. لولا ثورة الحسين عليه السلام لرأيت الإسلام، كل الإسلام على هذه الشاكلة. يعني لولا تضحية الحسين عليه السلام لما جلسنا أنا وأنت لنحارب هذه الأفكار ونعطي الصورة الحقيقية، لما كان في الإسلام من علماء يبثون روح المحبة والسلام ويبينون للعالم كيف هو الإسلام الحقيقي. مراجعنا في النجف، في إيران، في كل بقاع العالم، المراجع المحترمون، علماؤنا المحترمون الذين يبثون روح الإنسانية ويعلمون التفاني ويعلمون الإخلاص ويعلمنا كيف نحاول أن نكون أناسا صالحين في كل المجتمعات، في الغرب، في الشرق. يقول لك أنت ما دمت تعيش في مجتمع لا بد أن تحترم هذه الحقوق، لا بد، ما دمت تطالب بحقوق لا بد أن تؤدي ما عليك من واجباتها، كل علماءنا يقولون بذلك، هذا الإسلام الحقيقي. بينما الإسلام ذاك الآخر، فلولا تضحية الحسين، لذا لعل جمال الدين الأفغاني أو غيره من الفلاسفة يقول: الإسلام محمدي الحدوث ولكن حسيني البقاء، بدم الحسين. الحسين عليه السلام بثورته أحيا الإسلام، وقد صرح منذ البداية في وصيته كما أشرنا بالأمس إلى محمد ابن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. شنو معنى الأشر وما معنى البطر وما معنى الظالم والمفسد؟ ليش الإمام الحسين، ليش الإمام الحسين يشدد على هذه الألفاظ؟ لماذا يشدد على هذه الألفاظ؟ أولا، طبعا الإمام الحسين قلنا وضع سببا رئيسيا لخروجه، هذا السبب لا يتحقق إلا من خلال الإخلاص في العمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إصلاح المجتمع بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحتاج أي عمل يحتاج إلى إخلاص، إلى جهد. هذا الإخلاص مولانا، هذا الإخلاص إذا توفر، هذا الإخلاص إذا توفر، صاحب الفكرة ينجح في فكرته، صاحب الثورة ينجح في ثورته، صاحب أي قضية بلا إخلاص لا تنجح، بلا إخلاص. الإمام الحسين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد، الخوات الكريمات المحترمات،
أخواتي الكريمات المحترمات الزينبيات المحترمات اللي جاياتي واسن زينب وأخوات زينب، أرجوكم أن تكرمونا بالسكوت وجزاكم الله خير، وصلوا على محمد ثانية. ثالثا لتعجيل فرج مولانا صاحب الأمر بأعلى أصواتكم. الإمام الحسين روحي له الفداء أشار إلى هذه النقاط. في بعض الأحيان العرب كان متعارف عندها، طبعا مو فقط العرب ولكن حديثنا عن المجتمع العربي باعتبار الإمام الحسين يعيش في ذلك المجتمع، هذه يعني بعض الأفعال هي مشاركة أو تتشارك فيها أغلب الشعوب العربية وغير العربية. هناك حالات كانت من الاستعراض، يطلع واحد مولانا ما يعجبه فت قضية، قد هي تكون قضية حق، قد تكون قضية يمكن أن تصلح بطريقة أخرى، يعني يرى يمكن أن يتصور أن هناك فساد معين في جهة معينة، تشوف مولانا يلبس لامة الحرب وتشوف مولانا يعد العدة ويتبطر وينوي الشر الذي من خلاله يمكن أن يكون مؤداه عكس ما كان يرمي إليه بطريقة أخرى، يحاول أن يظهر للناس أنه استعراض، سمي استعراض، يظهر للناس أنه يحارب هذا الفساد، يحارب هذه القضايا السلبية، ولكن يتبختر، يتبطر، التبطر هو التبختر، والذي يبطن ويضمر الشر، يتبختر، يتبطر، ويضمر الشر في نفسه. فلذا الإمام الحسين يقولهم أنا لما أخرج بهذا المظهر لملاقات الفساد ولمحاربة الفساد الذي استشرى في أمة النبي صلى الله عليه وآله، أنا لم أخرج بطرا، يعني بلا هدف، متبخترا وبلا هدف وقد نويت الشر، أبدا، أنا عندي هدف. ثورة الإمام الحسين خالية من كل الشوائب، لم أخرج بلا هدف، ولم أخرج متبخترا، ولم أخرج متأبطا لشر أبدا. ولذلك ترى الإمام الحسين حتى يوم عاشوراء هذه المقاتل موجودة مولانا، والمقاتل من رواها لم يكن، شوف انتبه إلى مسألة المقتل، مقتل الإمام الحسين دعك مما رواه أئمة الهدى، ما لي علاقة بما رواه، حديثي يقتص بما رواه المؤرخون ليس بما رواه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني ما رواه الإمام السجاد، ما رواه الإمام الباقر، ما روته الحوراء زينب روحي فداها، أهل البيت ما رووا، أنا مو كلامي مو في هذا المجال، كلامي في ما رواه المؤرخون ذول اللي كانوا موجودين مولانا ورووا واقعة عاشوراء، هؤلاء لم يكونوا من أتباع سيد الشهداء وإنما كانوا من أتباع السلطان، كانوا من أتباع السلطان، من أتباع الطاغية، إن لم يكونوا كذلك فكانوا من المنافقين، ما تقدر تقول على واحد من عندهم مؤمن أبدا. ليش؟ لأن من سمع واعية الحسين عليه السلام ولم ينصره فهو في جهنم وبئس المصير. لا تقول لي فلان أو فلان أو فلان أبد، من سمع واعية الحسين، شنو واعية الحسين يوم عاشوراء؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ صار واجب على كل واحد يقدر يحمل السيف يقف بين يدي سيد الشهداء،
أبدا لا فلان ولا فلان، إلا من كان له عذر كالإمام زين العابدين روحي له الفداء، كان مريضا لا يقوى على الوقوف ولا يقوى على حمل السيف، صار معذور، غير غير معذور. فإذا هؤلاء كلهم ممن كان، كلهم أجمعوا على أن الحسين عليه السلام لم يكن يطلب الحرب. عبارة الحسين ما هي؟ تحفظون حينما أراد زهير بن القين أن يرمي الشمر ابن ذي الجوشن بسهم، عبارة الحسين ما هي؟ منعه الحسين عليه السلام وقال أكره أن أبدأهم بقتال. هذه الوصية التي كتبها نفذها وطبقها، أنا ما خارج من أجل القتال، أنا خارج من أجل الإصلاح، أنا خارج لكي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا خارج بإخلاص تام وقربة تامة إلى الله سبحانه وتعالى بلا رياء. هذا الرياء مولانا إذا دخل في عمل أفسده. شنو الرياء؟ أي عمل تتصور، أي عمل، حتى الأعمال العبادية. دير بالكم أخواني أخواتي، خلوا ذهنكم زين. مولانا الرياء يقتل الأعمال، كل عمل إذا ما عندك إخلاص بما تنجح، كل عمل سواء عبادي أو تجاري أو اقتصاد، أي عمل سياسي اجتماعي، أي عمل بلا إخلاص ما تنجح. هذا مجلس الحسين، هذا مجلس الحسين، إذا ما عندك إخلاص بما تنجح ما تتوفق أبدا. مجلس الحسين بعد أكو أهم من هذه القضية؟ أنا ما أعتقد أنه أكو حقيقة أهم من هذه القضية. بس لما تجلس في مجلس الحسين وكلك إخلاص وكلك حرقة، حرقة قلب، قلبك محروق ودمعتك تفور بعينك حزنا لما جرى على سيد الشهداء، تدري أجرك شوين؟ أجر لا يوصف، أجرا لا يوصف. ويجي واحد في بعض الأحيان والعياذ بالله، إن شاء الله ما موجود، ولكن نريد نضرب مثال، يمكن أن يلطم خده ويبكي ويصرخ و و و حتى يريني ويريك، هذا ثوابه لي ولك، لا يحصل على الثواب. قد يكون في بعض الأحيان أنه إذا انتفع منه الآخر، وين تنتفع من عند مولانا؟ صلاتك عوف الحسين، الحسين ما قام إلا من أجل الصلاة، هذه الصلاة، هذه الصلاة مولانا، الصلاة من حسن صوته في الصلاة من أجل أن يسمعه الآخر. يجي أنا جاي أصلي، وقفت بمحرابي جاي أصلي، إذا شفت لي واحد دخل للجامع قلت والله خلي شوي أحسن صوتي، شوي أقرأ بصورة جيدة لطيفة طيبة، حتى ليش؟ والله بلكت هذا ينعجب بي ويقول هذا خوش آدمي، بلكت عسى ولعل. مولانا هذا صارت صلاتي لهذا الرجل مو لله، صلاتي صارت لهذا الرجل مو لله. التفاخر في حضور المجالس، في إقامة الصلاة، في إقامة الشعائر، هذا التفاخر مولانا إذا كان تفاخرا لله ينمو، إذا كان تفاخرا بيننا، إذا كان تفاخرا بيننا لكي أبرز أنا وأوقعك أنت، أنا قدمت أنت ما تقدر تقدم، أنا أعطيت أنت ما تقدر تعطي، هذا وين؟ هذا وين؟ في أي خانة تحسب؟ في خانة سيد الشهداء؟ الإمام الحسين مولانا يخرج مع مجموعة ليس على وجه الأرض شبيها لها، ليس على وجه الأرض شبيها لها. هذه المجموعة كلها عبارة عن ذوبان في ذات الله، ذوبان في ذات الله عن طريق سيد الشهداء، عن طريق سيد الشهداء. لذا الحسين عليه السلام يقول أنا لما خرجت أنا ما طالب، لا طالب سلطان ولا طالب جاه، ولا خروجي خروج إنسان متبطر بطران ما عنده شغل ما عنده عمل
ما عنده هدف. لا أنا عندي هدف مولانا، أنا خرجت لهدف. شنو هدفك سيدي أبا عبد الله؟ إصلاح هذه الأمة، والإصلاح لا يكون إلا عن طريق الإخلاص. الإصلاح لا يكون إلا عن طريق الإخلاص. لذلك تباوع مولانا مسيرة الإمام الحسين مليئة بهذه الكلمات لما خرج، مليئة في مكة. في مكة مولانا، هذا الحديث الذي أذكره لك في بداية الحديث الذي ذكرناه في المدينة في وصيته، في مكة لما يريد يخرج من مكة ماذا يقول سيد الشهداء؟ يقول: لقد خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. حقيقة خليني نتنبه، الحسين يريد يوقظنا، يريد يصحينا مولانا. احنا في غفلة، احنا في غفلة مولانا. هذه الغفلة تؤدي بنا إلى الحضيض وإلى السقوط والعياذ بالله ما لم ننتبه. أيها الإنسان تنبه. سيد الشهداء يقول لك ولي ولكل الناس: لقد خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وقد خير لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بعواسل الفلا، وكأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. مولانا الإمام ما غشل واحد، ما قال الواحد تعال وياي اتبعني وأنا أعطيك دنيا وأعطيك ذهب وأعطيك أموال وأعطيك منصب وأعطيك جاه وأعطيك وأعطيك، أبدا. ألا من قبلني بقبول الحق فأنا الحق. هذا الحسين، الحسين بوضوح، الحسين بوضوح. أنت يا من جلست في مأتم سيد الشهداء، خلي قلبك هالشكل مع الحسين، خلي قلبك، خلي تكون قلوبنا بهذا الصفاء مولانا، خلي قلوبنا تكون بهذا الصفاء، خلي عملنا يكون بلا رياء. وإن شاء الله كلكم على هذه الشاكلة، أنتم أتباع سيد الشهداء، أنتم أحباب الحسين، أنتم أصحاب عبرة، أصحاب دمعة، أصحاب مصيبة. العزاء لكم، لكم العزاء مولانا. خلي الراوي العالم الإمام الصادق روحي له الفداء ماذا يقول؟ شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم. واحد يسأل الإمام الصادق يقول له: سيدي كيف نكون كذلك؟ قال: إذا رأى الناس حسن صنيعكم وصدق قولكم وأداء أمانتكم لاتبعونا. شو يريد الإمام؟ الإخلاص، الإخلاص في كل عمل. هو هذا الذي ينجيني وينجيك أيها المؤمن. الإمام يخرج مولانا مع هذه الثلة ويضحي من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن مؤداه أن تكون الأمة في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. هذا المؤدى، هذا المؤدى مولانا. واللي يربطنا مع الحسين، شنو اللي يربطك مع الحسين ويربطني مع الحسين؟ شنو اللي يربطني ويربطك مع الحسين؟ هذه الحرقة اللي موجودة بالقلب، هذه الحرقة، هذه الحرقة مولانا الموجودة، اللي أنت كل ما تذكر الحسين قلبك يحترق. ليش؟ لماذا؟ لأنك عرفت الحسين وعرفت الإخلاص في ثورة الحسين. هذا اللي يخلي قلبك يحترق، هذا اللي يخلي قلبك يحترق. ولذلك أنا وياك نستحق دعاء الإمام الصادق إن شاء الله. مولانا الإمام الصادق في سجوده ماذا يقول؟ واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول: دخلت على سيدي ومولاي الإمام أبي عبد الله الصادق، كان في سجوده، يظهر بعد أن خلص الفرض، فرض الصلاة،
الإمام روحي له الفداء كان ساجدا يدعو الله. كيف كان يدعو الإمام الصادق؟ يقول: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. هذه الوجوه مولانا التي تسعى لزيارة سيد الشهداء، رزقنا الله وإياكم، اللهم ارزقنا ذلك. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. اللهم ارزقنا وإياكم أن نشمل بهذا الدعاء. اللهم مكننا أن تتقلب خدودنا على قبر أبي عبد الله. بعد سيدي شنو دعائك؟ اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا. هذه صرختك مرحومة، عبرتك مرحومة. اللهم ارحم تلك الدمعة التي كانت لأجلنا. مولانا يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق. أبو هارون المكفوف شاعر، يدخل على الإمام الصادق يقرأ له العزاء. الإمام الصادق كان ينصب العزاء مولانا، يجلس مثل ما أنت جالس، يضع رأسه بين ركبتيه ويبكي، يبكي الإمام مولانا أبو هارون المكفوف. يقول: دخلت على الإمام الصادق أقرأ شيئا من الشعر. قال لي: يا أبا هارون. أبو هارون قام يقرأ بالدارج، يقرأ للإمام الصادق أشعار بالدارج، يعني يتلو الشعر تلاوة. قال: يا أبا هارون اقرأني كما تقرؤون بالرق. أبو هارون عراقي مولانا، ها، يقرأ بالنعي، بالنعي العراقي، يقول له: اقرأني كما تقرؤون. ولذلك كان لما يدخل الناعي ويدخل الشاعر على الإمام الصادق يقرأ بطور بطور، يقرأ الإمام يريد يبكي، يريد يسمع نعي. من جملة من دخل على الإمام الصادق وكان يحب الإمام أن يدخل عليه سيد الحميري. لما جاء في ذلك اليوم أرخى سترا بينه وبين العائلة، قال: انشدني ما كتبت في جدي الحسين. قال: امرر على جدث الحسين، امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي. وين جوابك؟ وقل لأعظمه الزكي: يا أعظم من لا زلت من وطفاء ساكبة راوية، المطهرة للمطهرة النقية، إياك بكاء معولة. صوتك أريد يرتفع. كبكاء معولة أتت يوما لواحدها، هي
الصادق مولانا ما كان يمر بموقف إلا ويذكر عاشورا، ما يمر بموقف. يوم من الأيام الجلاوزة تجاوزوا على الإمام، على دار الإمام، أحرقوا دار الإمام الصادق أجركم الله، أطفئت النار، سلمت العائلة. الإمام الصادق بقي في حزن لمدة طويلة، يجوا يقولوا له سيدي يا ابن رسول الله أمن الجرأة عليكم؟ قال لا، ولكن لما نظرت إلى النار وقد اضطرمت في الدهليز ونظرت إلى بناتي إلى نسائي يتراكضن من غرفة إلى غرفة، ذكرت عمتي زينب أجركم الله، قلبك راح وين؟ إلى عاشورة، إلى زينب وأخوات زينب. ذكرت عمتي زينب ونساء جدي الحسين يتراكضن من خيمة إلى خيمة، كل يوم تلوذ بأخرى خوف آسرها، خوف بأس الباب عاشق الضخم يفتر يا ان خوات حسين من خيم لعد خيم، كل خيم تشب بنار، ظل ردا ضربا لهم السجاد جوس حلو دمع على الوجه نسال. حميد ابن مسلم بعذا وأسألك الدعاء مع العليلة خلينا اليوم، أو مع طفلة الحسين غدا للعليلة أجركم الله. حميد ابن مسلم يقول نظرت إلى طفلة من أطفال أبي عبد الله خرجت والنار تضطرم في أطراف ثيابها، دنوت إليها لأطفئ النار عنها، قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني أنا لا لكم ولا عليكم. قالت شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت بلى سيدتي، بلى بنيتي، أعلم أنك يتيمة الحسين، ولكن إلى أين؟ قالت شيخ لقد ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالنجف وهو قبر جدي أمير المؤمنين، أريد أن أمضي وألوذ به. قلت لها بني أين أنت عن النجف؟ بينك وبينها مسافة طويلة بعيدة. قالت شيخ إذا كان كذلك إذا دلني على نهر العلقم. يقول أخذت بيدها إلى نهر العلقم، جلست إلى جانب جسد هناك أجركم الله، أخذت تخاطب صاحب الجسد، قالت يا عم يا عم انظر إلى متني، لقد اسود من ألم السياط، أنا رايح العباس أقل وياي وياي ها أنا يا أمك يا عمي مويا أشوف يرضى لي بالمذل، حاشا سيدتي يا ترضى يسلبني، هي خوال هذه نساء كم من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها. اللهم نسألك وندعوك